اهلا بيكم. السمة الرابعة من سمات الجول اللي قابل للتحقيق هي سمة انه يبقى رياليستيك، واقعي. يعني ايه واقعي؟ واقعي يعني ممكن يتنفس. حلو دي، فسر الماء بعد العسر بالمائي، مش كده؟ طيب خلينا ندي شوية حاجات بسيطة نفهم بيها يعني ايه واقعي. اولا لو ان انا عايز مثلا اقول لك ان انا هعمل مشروع عربية، العربية دي وهي ماشية هركب عليها دينامو، والدينامو يولد كهرباء، فالكهرباء تشحن البطارية، والبطارية تمشي العربية، ولما العربية تمشي الدينامو يمشي فيولد كهرباء فيشحن البطارية، والبطارية تمشي العربية، وهكذا. أعتقد إنك سمعت عن حاجات زي كده. تيجي تقول لي ده واقعي؟ أقول لك لا، ده مش واقعي. مش بس كده، أنا أقول لك ده مستحيل. ليه؟ لأنه يتناقض مع قوانين الطبيعة. الفيزياء بتقول لنا إن دايما في لوسز، أوكي؟ ده قانون التانية، الديناميكا الحرارية، مش موضوعنا دلوقتي. الفكرة ان انت دايما في لوسز، ومادام في لوسز يبقى مش ممكن اللي داخل واللي طالع يبقوا زي بعض، دايما اللي طالع اقل من اللي داخل، وبالتالي يبقى انت دايما قيمة الطاقة اللي معاك هتقل. يبقى اي حد يقول لك هشغل عربية بالطاقة اللي هي هتولدها وهي ماشية، يقول له اجري العب بعيد. اوكي، ليه؟ ده تنافى مع قوانين الفيزياء. لغاية ما يثبت ان قوانين الفيزياء دي غلط، يبقى احنا ملتزمين بيها، واي حد يحاول يعمل حاجة في حدود قوانين الفيزياء اللي احنا بنشتغل بيها غير اللي قوانين الفيزياء بتقول عليها، نقول له معلش اجري العب بعيد، ده non realistic, this is impossible. طيب حاجة تاني، فاكرين العمارة اللي كنا بنتكلم عليها؟ خلينا تيجي نقول ان العمارة دي انا قلت لك انا عايز اعمل عمارة ارتفاعها 100 كيلو متر. 100 كيلو، مش 100 دور ولا 100 متر، 100 كيلو متر. اعتقد ان انت لو فكرت للحظات هتقول لي اجري العب بعيد برضه، مش كده ولا ايه؟ بس المرة دي ما تقدرش تقول مستحيل. ما اقدرش اقول مستحيل. ليه بقى؟ أولًا إن المشكلة مشكلة تكنولوجية، مش مشكلة تتنافى مع قوانين الطبيعة والرياضة. قوانين الطبيعة والرياضة ما نقدرش نكسرها طول ما إحنا بنبني العلوم بتاعتنا على الطبيعة والرياضة. أمال إيه المشكلة بتاعت إن أنا أبني عمارة 100 كيلو متر، ارتفاعها 100 كيلو متر؟ أقول لك أول حاجة، لو أنت بتاع مدني هتقول لي هركب لك، هعمل لك أساسات إزاي؟ وعواميد الدور الأرضي هيبقى شكلها إيه عشان ترفع عمارة بالطول ده كله؟ لو انت بتاع كهرباء ولا ميكانيكا، لو انت بتدرس في هندسه وكهرباء ولا ميكانيكا، هتقول الاسانسيرات هعملها لك ازاي، مش كده ليه؟ لو انت زي الطيران زي حالاتي هتقول لي يا عم ده حدود الغلاف الجوي على ارتفاع 100 كيلو متر، طب الناس هتتنفس هوا منين؟ اوكي، و و و و كلها مشاكل تكنولوجيه، مفيش ما يتعارض مع قوانين الفيزياء بيقول أو سوري مفيش من قوانين الفيزياء اللي بيتعارض مع ان انت تقدر تبني عمارة ارتفاعها 100 كيلو متر. وانما برضه هتقول لي اجري العب بعيد. ليه؟ لان امكانياتنا التكنولوجية النهاردة ما تسمحش ان احنا نبني عمارة بالشكل ده. مش بس كده، امكانيات التكنولوجية اللي احنا ممكن نتخيلها في الميت سنة الجاية، بلاش 100 سنة عشان انا هكون مت ومعرفش ايه اللي هيجري بعد ما اموت، خلال العشرين تلاتين سنة الجاية ربنا يدينا ويديكوا طول العمر، ما حد مش شايفين ان ممكن حاجة زي كده تتحقق. يبقى هنا في ايه؟ في تعارض مع الامكانيات التكنولوجية الحالية والمتوقعة على المدى، مش هقول لك القريب، على المدى البعيد، صح؟ لكن برضو ما ننساش ان في حاجات ممكن قوي تكون تتعارض مع امكانياتنا التكنولوجيه وما تبقاش مستحيله. يعني دايما انا بضرب المثال بايه، بان الامام ابو حنيفه مثلا عمل درس القضيه بتاعه تصلي ازاي لو انت طاير. طبعا في وقت ابو حنيفه لو كان الناس
لما الناس سمعوه بيقول كده طبعا قال لك بس ايه الدنيا باظت، الراجل ده ايه خلوا بالكم منه، ده في حاجه غلط. النهارده احنا عارفين ان شيء طبيعي جدا ان احنا نبقى طايرين، راكبين طياره، راكبين هليكوبتر، راكبين صاروخ، اي مكان، واللي عايز يصلي بيدور يصلي ازاي ويقدر يصلي، مش كده؟ يبقى حتى ما يتنافى اللي هو النهارده هقول لك اجري العب بعيد بدل ما يتناقضش مع قوانين الفيزياء، يبقى ايه ممكن يتحقق، مش مستحيل بس ستيل نون رياليستيك. يبقى الاكشن اورينتد سوري، يبقى الرياليستيك هو انه يبقى قابل للتنفيذ، قابل للتنفيذ في حدود قوانين الفيزياء والرياضه اللي نعرفها، وقابل للتنفيذ في حدود امكانياتنا التكنولوجيه او امكانياتنا المعرفيه اللي بترتبط بالمشروع اللي احنا بنعمله ده. يبقى احنا كده اتكلمنا على اربع خواص من خواص المشروع، او اربع جوانب من جوانب الصندوق اللي عايزين نعمله للجول بتاع المشروع، الجول مش المشروع، الجول بتاع المشروع. الخاصية الاولى specific، تانية measurable، تالتة action oriented، الرابعة realistic. يبقى فاضل لنا خاصية واحدة هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي.